بمشاركة دائرة قصر الثقافة والسياحة والآثار والشرطة المجتمعية انطلقت اليوم في سوق الرماد القديم مبادرة لاستطلاع رأي المجتمع تجاه الإجراءات المتخذة لخلية الأزمة وتوزيع الكمامات والكفوف لمرتادي السوق. قمنا هذا اليوم بحملة ميدانية توعوية، ساهم في هذه الحملة الدوائر التابعة لوزارة الثقافة والفنون، كل من قصر الثقافة في الرمادي والبيوت الثقافية في الأقضية الأخرى، وكذلك دائرة سياحة الأنبار ودائرة آثار الأنبار والشرطة المجتمعية. الغاية من هذه الحملة هي حث الناس على الالتزام بالتعليمات الصحية الواردة من الصحة العامة ودائرة صحة الأنبار في محافظة الأنبار قضاء الرمادي. ومن خلال الاستطلاع الرأي تبين أن هناك وعي كبير لدى المواطن حول هذه الإجراءات المتخذة، وهناك حالة التزام كبيرة بهذه العملية. المواطن يسعى دائما إلى الحفاظ على صحته، وكان ضمن الحملة أنه توزيع الكمامات والكفوف والتأكيد عليها لأنها هي وقاية للمواطن من فيروس كورونا. وشملت الحملة الميدانية كافة الأقضية الأخرى، والهدف منها معرفة التزام المواطن الأنباري بالإجراءات الوقائية، فيما كانت نتيجة الاستبيان أن 95% التزم بطرق الوقاية وبما وضعته قرارات خلية الأزمة. حملة أيضا تهدف إلى قياس مدى التزام الشارع الأنباري بقرارات خلية الأزمة في محافظة الأنبار، والحمد لله رأينا الالتزام بشكل عالي وجيد جدا، تصل النسبة إلى حوالي 95%. والله أريد الحكومة توفر لنا الكمامات، وأكو بعض المواطنين اللي عنده راتب يقدر يشتري كمام ويشتري شفوب، لأن الكمامة يا أخو مو يعني تظل على طول لابسها، إذا فدنا كل 3 أيام لازم تبدل الكمامة. إطلاق هذه المبادرات في ظل رفع حظر التجوال الجزئي ومدى معرفة المواطن في وعي في جائحة كورونا سيساعد في عادة الحياة إلى سابق عهدها. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.